نمبرز قبل كده خدنا حاجة اسمها الـ n هي الـ natural number، ماشي، اللي هي natural number numbers اللي هي تبقى عبارة عن ايه؟ 0 1 2 0 to infinity. to infinity. تمام. طيب وخدنا حاجة اسمها زد، زد دي اللي هي الـ integers اللي هي 0 1 2 3 2 infinity. تمام. ومعانا كمان negative 1 ونيجاتيف 2 ونيجاتيف 3 2 نيجاتيف انفينيتي. تمام. دي كانت اسمها انتجرز. والكاونتنج نمبرز، والكاونتنج اه سبسيت من الناتشرال نمبر. يعني الكاونتنج دي ما بنستخدمهاش كتير، احنا بنستخدمها بالناتشرال والانتجرز. تمام. بتكون ال n سبسيت من ال z، يعني each element في ال n is belong to elements in z. تمام. يعني زي ما احنا شايفين ان ال n 0 1 2 اهي موجوده هنا، كل ال elements بتاعت ال n موجوده جوه الايه؟ جوه ال z. يعني احنا لو قلنا دي ال n، ماشي، يبقى دي ايه؟ ال z اهي، يبقى ال n subset من ال z. تمام. طيب ظهر عندنا مشكلة، مشكلة ايه؟ الفراكشنز. فين الفراكشنز؟ ما عنديش في الانتجرز ولا في الناتشرال نمبر فراكشنز ولا ديسمالز ولا كده. تمام. فكوننا سيت جديدة أكبر منهم، هنسميها راشنال نمبر اللي هي اسمها الكيو. كيو equals A over B. ده الديفينيشن بتاعتها، A and B belong to Z and B not equals zero. يعني ايه الكلام ده؟ كل حاجة ممكن اكتبها على صورة A over B يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه كيو، راشنال نمبرز. تمام. يعني الانتجرز، طب هم دول ينفع يكتبوا على شكل A over B؟ اه، هو نيجاتيف 3 على ال 1، نيجاتيف 2 على ال 1، نيجاتيف 1 over 1، 0 over 1، كل دول ممكن اكتبهم على شكل ايه؟ على شكل انتجرز. تمام؟ يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها راشنال نمبر. يعني الراشنال نمبر هي ايه؟ هي بتحتوي كل النمبرز اللي فاتت. الراشنال نمبر بتحتوي كل النمبرز اللي فاتت. تمام. يعني ال n سبسيت من ال z سبسيت من ال q، اصبح عندي اكبر سيت عندي دلوقتي اللي هي ال q اللي هي الراشنال نمبرز. يبقى الشرط اللي عندي condition اللي ان هو a over b and b not equal zero. اهم حاجه عندي في الموضوع الجمله دي b not equal zero. يعني ما ينفعش اقول 3 over 0. دي اسمها meaningless. ما ينفعش اعمل divided على 0. تمام. ممكن 0 over 3 that belong to Q. 0 over 3 equal 0. لكن ما ينفعش نخلي ال 0 تحت. تمام. يبقى ايه هو اللي not rational number؟ كل حاجة يكون ايه اللي تحت زيرو، ده نوت راشنال نمبر في الحاجات اللي احنا بنسيبها. لما اقول لك مين في دول راشنال نمبرز، يبقى احنا بنعمل ايه؟ نختار كله ما عدا اللي بيكون فيه اللي تحت ايكوالز زيرو. تمام؟ تحت زيرو. اه، يعني هنا بيقول لي which of the following numbers is a rational number and which is not. تمام؟ which is rational and which is not. مين في دول اللي not rational؟ تمام؟ هندور هنا مين اللي مش rational. هنا the first one rational, the second one rational, the third one rational, fourth one rational, fifth one rational, rational, rational. انا بدور على يعني لو ها لو هي اكسبوننت كتير وبتكون برضه راشنال.
يبقى هنا ايه؟ دي، ايوه اللي هي دي not rational number. تمام؟ ليه؟ عشان 5 minus 5 equals 0. كل دول هنعتبرهم rational number، مفيش مشكلة. مشكلتي دايما ان يكون في تحت 0. تمام؟ يعني 4 over 0 يبقى ايه؟ يبقى ده meaningless، ملوش معنى ان انا اعمل divide على 0، لان لما اقول 4 over 0 equal what؟ انا بنقول 0 times كام؟ equal 4. مفيش، ما ينفعش اعمل 0 times حاجة ها؟ تبقى equal 4، صح؟ عشان كده نقول ده meaningless. تمام؟ يبقى كل دول راشنال، انا بدور على الحاجه اللي ايه تحت ال 2. تمام؟ طيب which of the following number is integer؟ يعني الراشنال دول كلهم راشنال خلاص، انا عايز اشوف مين فيهم يتحول لانتجر. امتى يتحول لانتجر؟ لما يكون ال a divisible by b. a لو a over b ده يكون انتجر. امتى؟ لو A is divisible by B. What's the meaning of divisible؟ يعني يقبل ال division على ال B. يعني ينفع أعمل 15 over 5 equal 3. يبقى ده integer. لكن 4 over 8 يدي integer. 4 over 8 يدي 4 over 8 لا 8 over 4 هي الانتجر، لكن دي لا، دي كيو بس. طبعا دي زد وكيو في نفس الوقت. تمام؟ اي حاجه زد تبقى كيو، لكن دي كيو لكن نوت زد، نوت انتجر. طيب نيجاتيف 35 over 7، نيجاتيف 35 over 7 تمام equals negative 5. Yes. يبقى نيجاتيف A نيجاتيف 5، يبقى دي انتجر Z في نفس الوقت هي Q طبعا. تمام؟ طيب نيجاتيف 14 over 14، نيجاتيف 14 over 14 أو divisible هتبقى نيجاتيف 1، نيجاتيف 1. تمام، يبقى ده إيه؟ ده انتجر وده كيو. تمام؟ طيب اللي بعدها نيجاتيف 24، لا مش انتجر. يبقى ده كيو بس. طب 0 over 5، لا برضه كيو بس. يبقى لا، ليه 0 over 5 equal what؟ 0 over 5 equals 0. 0 integer. طبعا. Integer. 3 and 1 over 4 d equals what? As a fraction, we multiply 3 times 4. 3 times 4 equals 12. 12 plus 1 equals 13 over 4. Even d, d, a, d cube is not rational. تمام؟ Yeah. ماشي. طيب. تمام. Which of the following rational number can be written as terminating it? ايه terminating decimal؟ Terminating decimal يعني اديني ناتج، اديني result. اديني ايه؟ result. تمام؟ هو ينفع ما ينفع ما يديش result؟ هنشوف ازاي. يعني انا لو عندي كده لحظة. لو انا عندي 7 over 15 كده، هنكتبها كده 7 over 15 over 15 equals what؟ equals 0.46 تقريبا 46. تمام؟ 6 repeated ها؟ 6 repeated.
البراكتس دي معناها 4 6 6 6 كده يبقى هنا كده عندي 7 over 13 7 over 15 equal 0.4666 وهكذا يبقى ده اسمه repeated ده اسمه ايه repeated تمام يبقى انا عندي حاجه اسمها terminating يعني ده منتهي تمام في حاجه اسمها repeated يعني بيتكرر او recurring بنسميها احيانا recurring تمام يبقى احنا لو جينا هنا كده عملنا كام عملنا الثانيه اللي بعديها 7 over 20 7 over 20 7 over 20 equals what equals 0.35 اه ده منتهي 35 اه ده كده بنسميه terminating منتهي تمام يبقى ده منتهي مفيش مشكله تمام نيجي نشوف 5 over 8 5 over 8 5 over 8 0.625 يبقى ده terminating تمام negative 8 over 9 negative 8 over 9 ده اسمه negative 0.8888 البراكتس اللي عاملها دي يمكن في الكالكوليتر عندك ما بيعملش كده ما بيعملش كده بيكتب 888 تمام هنا بيكتب لي 0.8 repeated تمام طيب لو قلنا اللي بعدها 5 over 11 5 over 11 بندوس على الاس دي 0.45 45 41 يعني ال 45 هي اللي بتتكرر 45 هي اللي بتتكرر تمام طيب بعد كده نيجاتيف تمام نيجاتيف 13 over 22 يبقى equals نيجاتيف 0.5 90 90 repeat تمام برافو عليك 17 over 6 2.833 repeat تمام طيب في ميكس ده 2 and 2 over 5 2 and 2 over 5 يبقى equals 2.4 terminating تمام طيب negative negative 1 and 2 over 3 2 over 3 يبقى ده طبعا هيبقى ايه نيجاتيف 1.666 يبقى ده الاخر يبقى ايه كمان ريبيتد تمام طيب الابسوليوت نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 2 over 9 تمام نيجاتيف 1 and 2 over 9 طبعا الابسوليوت هنشيل النيجاتيف عشان في الابسوليوت دي تمام يبقى نيجاتيف 1.222 ريبيت تمام يبقى قلنا 5 over 8 يبقى دي terminating تمام دي repeated دي كمان ريبيتد عرفت انا بعرفهم ازاي من غير كالكوليتر؟ ها؟ من غير الكالكوليتر؟ ازاي؟ لما يكون تحت حاجة 3 فيها 3 او فيها 9 فيها 11 ها؟ زي كده 15 فيها 3 22 فيها 11 6 فيها 3 ها؟ 3 9 11 ها يبقى دول اعرف ايه ان هم دول اسمهم ايه ريبيتد تمام بس هو
ال 11 فيه 3؟ لا انا بقول يكون 3 النمبرز اللي تحت، يعني لما اقول 2 اوفر 11 دي على طول تبقى ريبيتد. تمام، لو انا قلت حاجه اوفر 9 1 اوفر 9 دي ريبيتد على طول، يعني لما يكون اللي تحت حاجه 3 او 9 يبقى ده اسمه ايه؟ ريبيتد. تمام اوكي انا فاهمة حضرتك، بس انا اقصد هنا ال 11، ال 11 ايه يعني، هي برضه لو من تحت حاجة تكون repeated. بتكلم على تحت، يكون تحت 11 مش فوق. انا بتكلم على تحت يكون يكون تحت 11 11 و 9 او 9 او 3 3 اللي تحت، 6 الفوق ما يعني، في فيش ارقام مشكله. معينة لازم احفظها. يعني ان انا 11 بعمل divided على 9، ما هي 1 over 9 يعني 1 divided by 9. تمام، 2 over 11 يعني 2 divided by 11. ماشي، دول كده اسمهم ايه؟ اسمهم terminating. سوري ريبيتد. ليه؟ لان انا الرقم اللي بيطلع عندي بيتكرر على طول، مش بيكون ليه نهايه. اوكي تمام. طيب بيقول لي write each of rational number in form a over b. عايزين نكتب كل rational number in form a over b. تمام، يبقى انا هنا هعمل over 1. لا واحده over 1 هنا 0 over 1 هنعمل ايه؟ 0.75 تبقى ايه؟ هتبقى 75 over 100. ممكن نعمل لها simplify تبقى 3 over 4. تمام، negative 0.01 تبقى ايه؟ تبقى 1 over 100. 1 over 100. تمام، يبقى negative 1 over 100. وهنا ممكن اقول 54. طبعا الكالكوليتر ممكن تعمل لي الكلام ده برضه، 54 over 10. تمام، وهنا في 30 over 100 يعني تبقى، لا بس معلش انا هكون 54 over 10 ولا 54 over 100؟ لا البوينت بعد 1 ديجيت فور رايت. صح سوري. بعد البوينت، بعد البوينت كام رقم تو ذا رايت، من اليمين او باجي من اليمين اعد ايه لحد ما اوصل للبوينت. تمام، طبعا دي صوره من الصور بتاعت الايه الراشونال نمبر. احنا عندنا ثلاث صور اللي علينا، اللي هم الترمينيتنج والريبيتد والبرسنتج، اللي هي دي برسنتج. تمام تمام. هنا هتكون اللي بعديها 45 over 1000. تمام، برافو عليك، 45 over 1000. ممكن نعملها simplify بقى، divide يعني تبقى 9 مثلا over 200، يعني كالكوليتر برضه زي ما بنقول بتعمل. وهنا هتبقى 3 times 8 24 plus 2 يبقى 26 over 3. 26 over 3. تمام، نشوف هنا رايت the following rational number as a decimal and percentage. عايز اكتب دي as a decimal and the percentage. بسيطة أوي، هنيجي نمسك كالكوليتر، هنعمل بالكالكوليتر مش هنعمل حاجة بإيدينا. 1 over 6 أو equals وأحط S دي يبقى 0.1666 repeated. تمام، يبقى number 1 هنا ايه؟ نمبر 1 هتبقى 0.166. احنا في الكتاب بنكتبها كده بقى 0.16 ونحط بوينت فوق ال 6. ده معناه ان ال 6 دي ريبيتد. تمام؟ ماشي؟ 0.16 او 166. طيب هنحولها البرسنتج ازاي؟ ها هنعملها تايمز 100%. فاكره البرسنتج بتيجي ازاي؟ ها تايمز 100% يبقى 16.6 ريبيتد بيرسنت. تمام؟ يعني انا هاخد النمبر ده كده اعمله تايمز 100، اعمله تايمز 100 زي ما هو كده. طيب انا هعمل احسبها ازاي؟ يعني 1%
ما انا بقول لك بقى اهو اعملها تايمز 100 اهو تبقى 16.66 ريبيتد تمام؟ يعني عشان احول النمبر لبرسنتج اعمله تايمز 100 واحط العلامه بتاعت البرسنتج يبقى 16.6 بيرسنت تمام؟ اما نقول 2 اند هاف 2 اند هاف 2 اند هاف equals 5 over 2 لو ديسمال تبقى 2.5 تبقى 2.5 اوكي ماشي طيب لو انا عملتها تايمز 100 هتبقى 250% تبقى 250% تمام ماشي دي نمبر 2 اهي يبقى 2.5 يبقى equals 2.5 as a decimal وتبقى 250% تمام negative 3 over 20 تمام negative 3 over 20 اهي negative 3 over 20 over 20 equals negative 0.15 that as a decimal تمام okay ايه بعدين عايزين نحولها لبيرسنت نعمل ايه؟ تايمز 100 تبقى ايه؟ نيجاتيف 15 تاني هي دي كانت كام؟ 5 اور 9 صح؟ كنا بنقول نيجاتيف ايه؟ اه نيجاتيف 15 صح اللي هي نمبر 3 طيب 5 اور 9 5 اوفر 9 as a decimal تبقى 0.5 ريبيتد 0.5 ريبيتد تمام نعملها تايمز 100 تتحول لبيرسن هتبقى 15.5 ريبيتد تمام عندي كمان 7 انا بقول بسرعه عشان حاسس ان انت معايا وفاهمه مركزه صح؟ ها 7 اند 3 بالتالي دي حاجات يعني مش جديده يعني فيها حاجات من ابتدائي يبقى 7.1875 عملها تايمز 100 تبقى equals 718.75 16 over 3 تبقى equals 5.3 repeated times 100 give a 533.3% and we end up using calculator طيب لو انا جيت قلت ايه هي 5 over 10 5 over 10 equals 0.5 صح تمام طيب لكن لو قلت 5 تمام. over 9 يبقى 0.5 واحط بوينت فوقها كده يعني repeated تبقى ايه؟ ريبيتد تمام؟ يبقى انا كده حولت الايه؟ حولت الفراكشن لديسمال طيب لو انا جيت قلت ايه؟ 0.4 تبقى ايكوالز ايه؟ 4 over 10 مش كده؟ طب لو انا قلت 0.4 ريبيتد يبقى ايكوالز 4 over 9 4 over 9 الله عليك برافو عليك تمام كده نفس الكلام ممكن اعمله مع ال 2 ديجيتس يعني لو انا قلت 0.25 يبقى ايكوالز ايه 25 over 100 اللي هي 1 over 4 في النهايه تمام لكن لو انا قلت 0.25 وحطيت ايه 2 بوينتس كده تمام يبقى ده معناه ايه معناه 25 مش هقول over 100 هقول over 99 تمام طبعا دي معناها 0.25 وهكذا ما بتنتهيش طيب لو انا قلت 0.131 رحت حاطط بوينت كده
وبوينت كده تبقى اكتبها ازاي از ديسمال لو عايز اكررها اكررها ازاي هو قال لي ايه القاعده بيقول لي انه بيحط على اول ديجيت واخر ديجيت تمام يعني هم هناك منهم اتنين جنب بعض فهم طبعا اول واخر واحد جنب بعض طب هنا في فرق ما بينهم ديجيت يعني هم اللي بيتكرروا الثلاثه 1 3 1 1 3 1 131 يبقى انا لو حبيت احوله لفراكشن يبقى 131 over 999 بدل 1000 يبقى 999 ايه طيب عندي الكومبليت معظم افكار الكومبليت والتشوز بيتكلم حوالين فكره واحده اللي هي ايه اللي هي ان اللي تحت البي نوت ايكوال زيرو نمبر اللي تحت نوت ايكوال زيرو تمام زيرو اف 5 اوفر اي از ا راشنال نمبر ده راشنال نمبر يبقى ده معناه ان اي نوت ايكوال زيرو تمام برافو عليك تمام طيب The number 3 over x minus 2 is a rational number fx not equals. ده يبقى rational. لا اللي تحت يبقى بزيرو صح؟ لو اللي تحت بزيرو مش هيكون rational. طب ايه اللي يخلي ايه اللي تحت بزيرو؟ ايه اللي يخلي اللي تحت بزيرو؟ ايه اللي يخلي اللي تحت بزيرو الاكس تبقى بكام يعني عشان يكون اللي تحت بزيرو؟ 2 x not equal 2 بالظبط كده يبقى هنا هو عايز قيمه الاكس اللي تخلي اللي تحت بزيرو. The number 2 over 3x is a rational number if x not equals هنا عادي multiplication هيبقى زيرو ليه زيرو 3 multiplication صح يعني هنا زيرو 3 multiply زيرو هتبقى زيرو تمام طيب the rational number 4 minus x over x minus 3 equals زيرو اللي هيخلي الفراكشن ده على بعضه بزيرو ايه اللي فوق ولا اللي تحت يعني انا لو قلت a over b equals زيرو يبقى ده معناه ان ال a اللي بزيرو ولا ال b بزيرو ده معناه ال A بزيرو ولا ال B بزيرو؟ ال A ال A بزيرو يبقى اللي يخلي الريزلت بتاعتي انها بزيرو اللي فوق يكون بزيرو اللي يخلي ال ده not belong to Q not belong to Q ان ال B بزيرو تمام يبقى الفراكشن لو كان اللي تحت بزيرو يبقى not belong to Q لكن لو كان الفراكشن ده ايكوال زيرو يبقى ده معناه اللي فوق هو اللي بزيرو يبقى هنا x ايكوال 4 x ايكوال 4 تمام the rational number تمام. x minus 5 for x ايكوال زيرو 5 تمام برافو عليك تمام طيب 1 over 4 ايكوال كام بيرسنت نعمل ايه هنعملها هنا multiply 100 multiply 100 تمام تبقى 1 over 4 multiply 100 equals 25% تمام 25% تمام طيب 21 over 1000 21 over 1000 multiply 100 2.1
2.1, صح 2.1 تمام. طيب قلتيها في الأول صح. طيب اللي بعد كده negative 0.04 عايزة percent تبقى كام؟ تبقى 0.4 multiply 100 equals 40. 40% تمام. طيب f negative 4 over 5 equals 20 over x x equals فاكرة cross multiplication هتبقى هنا 5 multiply 20 over negative 4 تمام. برافو عليك. 5 times 20 over negative 4 negative 4 equals negative 25 تمام. برافو عليك. طيب the number a minus 6 over a minus 4 is not rational number. Not rational when a equal 4 تمام. و equal 0 امتى؟ equal 0 امتى؟ لما يكون 6 لما يكون a equal 6 تمام. The rational number a over b is an integer f a over b is an integer if a is a divisible of the a is a divisor of no sorry no, a is a divisor of b a divisor b b is a divisor لا b is a divisor of a sorry عشان a لازم يكون divisible by b ما احنا هنا بنقول that dividend مش كده في divided تعلمنا كده that dividend وده divisor divisor وده quotient تمام بالظبط كده. برافو عليك. طيب ناخد كويس كده على الموضوع ده. هو الموضوع طبعا بتاع النهارده بسيط وسهل. ناخد كويس only 7 over x plus 5 is a rational number, then x not equals not equals 5 negative 5 ولا ايه رايك is a rational number x not is not a rational number then x negative 5 عشان هنا addition تمام negative 5 برافو. طيب number 2 5 over x over x minus 3 equals 0 يبقى x equal x equal 5 تمام صح برافو عليك. number 3 5 over 11 in the form of recurring decimal one second 5 over 11 0 point اللي هي واحده اللي هي c 0.45 repeated يعني 45 تمام. طيب 2a absolute negative 2.25 عايز انفورم a over b اوكي نحاولها بس تبقى 2.25 9 over 4 تمام. 35% 35 over 100 تمام يعني equals اكتبيها على الكالكوليتر واكتبي equal
35/100 equals 7/20. 7/20. Come on. Write three rational number. Express a the following equation. 5/7. Okay. هتبقى 5/7 ونيجاتيف 5/7. -5/-7. -5/7 و -5/-7. لازم احط نيجاتيف 4 تحت عشان يبقى نفس النمبر. تمام؟ ممكن اعمل تايمز 2 تايمز 2 يبقى 10/14. وممكن برضه نحاول نقسم. لا ما هو لا انا عايز القسمه ما هي نفس النمبر لكن انا عايز احولها لايه؟ فراكشن ايكوفالنتي يعني ممكن اقول 50/70 اعمل تايمز لاي نمبر فوق وتحت. تايمز 10/500/700 مثلا وهكذا و 2/9 ممكن اعملها نفس الحكايه. تمام؟ يعني اخر حاجه ممكن اتكلم عليها فيه اللي هي ايه موضوع ال النيجاتيف يعني انا لو قلت نيجاتيف 2/-3 ده يبقى بوزيتيف صح؟ يبقى ده لكن لو في نيجاتيف 2/3 هي 2/-3 هي لو حطيت النيجاتيف على جنب كده 2/3 تمام؟ يبقى انا هنا لو الـ A over B ده يكون بوزيتيف امتى؟ بوزيتيف امتى؟ لو كان الـ A and B الاثنين the same sign يعني الاثنين بوزيتيف او الاثنين نيجاتيف تمام؟ اوكي لكن لو كانوا الاثنين different sign يبقوا ايه؟ يبقى نيجاتيف تمام؟ يعني انا لو قلت ممكن اقولها بطريقه ثانيه ان A B greater than 0 يبقى بوزيتيف ويبقى نيجاتيف لو A B less than 0 يعني ايه؟ يعني لو هما الاثنين نيجاتيف هيدوا بوزيتيف هيبقى اكبر من الزيرو greater than 0 صح؟ يبقى لو الاثنين بوزيتيف او الاثنين نيجاتيف يبقى الناتج بتاعهم هيكون greater than 0 لكن لو واحده فيهم نيجاتيف ايوه يبقى الناتج هيكون نيجاتيف يبقى هيكون less than ايه؟ less than 0 تمام؟ ده اول ليسون يعني حلينا عليه كل الاسئله تقريبا بتاعته اللي في الكتاب المعاصر هو طبعا اول ليسون خفيف كده وهو طبعا منهج ريب 1 طبعا سهل مش صعب ان شاء الله بس هو طبعا احنا خدنا هندرس فيه الجبر لوحدها والجيومتري لوحدها يعني مش زي الابتدائي كده ان هيكون الاثنين ميكس على بعض لا في الجبر لا اصل حضرتك انا اصلا محوله من انترناشونال فمش عارفه يعني مش عارفه النظام اصلا قبل مش عارفه بس برضه كنتوا بتدرسوا ماث بس ماث على بعض يعني حتى الانترناشونال في الاعدادي وفي الثانوي بيكون على بعض متهيألي لا ما بيقسموش برضه بيكون كله على بعض لا من اول اعدادي بيقسموه كتاب الجبر كتاب تمام احنا برضو نفس الكلام بنعمل الجبر لوحده والجيومتري لوحده وده ليه امتحان لوحده وده ليه امتحان لوحده فاحنا هندرس الجيومتري لوحده تمام وده اول ليسون في اليونت بتاعت الالجبرا تمام اللي هو الراشنال نمبر اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط وواضح واضح ان انت شاطره زي اللي جاي ان شاء الله عليكم كل الاثنين تمام ماشي طيب عايز حاجة ابعت لك طبعا الشرح والفيديو بتاع الدرس بتاعك ان شاء الله ميرسي مستر